عليه قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدان ضعفا فقلت لا أعيذك بالله يا بكاه من الضعف فقال يا فاطمة رأيتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إلى وجهه يتعلو كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولادي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وصبرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عند رائحة طيبات كأنها رائحة أخي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فداخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولادي الحسين عليه السلام عليك قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عند رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذرني ان اكون معك ما بعد الكساء فقال عليك السلام يا بلادي ويا شافع امتي قد اذنت لك فذاك لما امك تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عند رائحه طيبات كانها رائحه اخي وابن ابي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله اتعذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتى يا رسول الله اتعذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت ويا مرتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء كذا برسول الله ما تراه في الكساء فهم يا بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخساني بحماتي لحمهم لحم ودامهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم انا عرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدل لمن اداهم ومحب لمن احبهم انهم مني Fatima wa abuha wa baluha wa banuha wa
فقال جبرائيل يا رب أتعلمني أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئ السلام ويمسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء بينة ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مجية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأزداد لي رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه ذا أنت أذنت لك فداخل جبرائيل ما نطقت بالمساء فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي اليمين يا رسول الله اخبرني ما لي جلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله والذي باساني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا مذوكرا خبرنا تبيما فلن المحافل على الارض وفيها جم من شياطين مهبين الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي